تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسي لدعم القدرات المصرية، انطلاق مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات. مجلس الوزراء يدشن النسخة الإنجليزية من موقعه الإلكتروني لمخاطبة العالم بأنشطة الحكومة وقراراتها. اليوم انطلاق أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية وصياغة الخريطة السياحية لمصر. التاسعة بتوقيت غرينتش، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من دي أم سي، أهلا بكم. انطلق اليوم مؤتمر ومعرض مصر الأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات الذي يعقد بمركز مصر للمعارض الدولية، وتستمر أعماله على مدار 3 أيام. ويأتي المؤتمر والمعرض بنسخته الأولى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويغطي كافة الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني، حيث تتنوع أجندة المؤتمر والموضوعات التي ستتم مناقشتها. وتشكل جلسات المؤتمر العديدة فرصة للآلاف من المشاركين للاستفادة من تجاربهم ومعرفتهم العميقة في مجال الأمن السيبراني. وللمزيد من المتابعة حول فعاليات معرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات، تنضم إلينا من مركز مصر للمعارض الدولية بمدينة نصر مراسلة دي ام سي مريم جمال. مريم، بعد التحية، ماذا لديك من تفاصيل أكثر؟ نعم، تحياتي لكافة مشاهدي قناة دي ام سي الكرام. أنا الآن أتواجد بمركز مصر للمعارض الدولية في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم ودخول التكنولوجيا في كل مجالات الحياة. أصبح الأمن السيبراني جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي للدول وحفاظ البيانات سواء للدول والمواطنين. ومن هذا المنطلق اكتسب مؤتمر اليوم والذي يناقش كافة جوانب الأمن المعلوماتي وأهميته كبرى طبعا لوجوده وانعقاده في مصر ولأول مرة، والمزيد من التفاصيل حول الملفات المطروحة والنقاشات في هذه الجلسة وعلى مدار 3 أيام. معي ضيفي الكريم المهندس بشوي وصفي، مدير قطاع أمن معلومات والحوكمة. بعد التحية لحضرتك، لو تطلعنا عن مزيد من التفاصيل. الحقيقه زي ما حضرتك تفضلتي في الكلام كده، النهارده الامن السيبراني هو جزء لا يتجزا من اقتصاد الدول. الجريمه الالكترونيه والقرصنه الالكترونيه على مستوى المؤسسات او حتى الافراد، ده يخلينا نكون مهتمين جدا. احنا كساي شيلد، واحده من اكبر مقدمي خدمات الامن السيبراني، نكون حريصين على التواجد في المؤتمر النهارده، وخصوصا في الدور الاول، خصوصا ان احنا بنكفر كل خدمات السايبر سيكيورتي، ستارتنج من هاو تو امبلمنت السايبر سيكيورتي بروجرام من بدايته، مرورا بعمليات الرقابه والمراقبه، عمليات اختبارات الاختراق والمراقبه، وعمليه تطوير امن المعلومات جوه المؤسسات والحكومات والهيئات. وده طبعا بيساعد كل الجهات اللي احنا بنتعامل معاها، وخصوصا احنا في عصر التحول الرقمي، وجزء من التحديات اللي كل الدول النهارده بتقابلها في التحول الرقمي هي مشاكل الامن السيبراني، وازاي الاثنين ممكن يبقوا عكس بعض في بعض الاوقات. طيب، بالنسبه للشركات، اهميه انعقاد هذا المؤتمر وهدفه، واحنا شايفين كمان ان في شركات كتير مشاركه في هذا المؤتمر.
الحقيقه طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا تواجدنا في وسط الكوكبه من الشركات، وخصوصا ان احنا من اكبر الشركات اللي بتقدم خدمات السايبر سيكيورتي، وخاصه هي لاول مره في مصر. طبعا ما ده يهمنا جدا ان احنا نبقى موجودين في كل الدورات المنعقده، واهتمنا جدا الدور الاول هنا للمؤتمر. طبعا كل شركه بتطرح افضل ما عندها وخدماتها، وكل ده بيساعد في الاخر الدول ويساعد على تطوير الامن السيبراني خلال التحديات اللي احنا بنشوفها، وده اللي خلانا متحمسين جدا ان احنا نشارك كشركه من الشركات مع المؤتمر. احنا كمان شايفين ان في ناس من دول مختلفه، سواء من دوله عمان، دوله الامارات، وغيرها من الدول المشاركه في هذا المؤتمر. دي حقيقة. احنا النهاردة الامن السيبراني هي مش مشكلة محلية، احنا بنتكلم في مشكلة دولية. بنقابل بعض الشركات والمؤسسات اللي ممكن تكون مالتي ناشونالز وفي انتجريشنز للديتا او نقل بيانات بين فطبعا احنا دي حاجة تبسطنا ان احنا يبقى شايفين دايما في تعاون بين المؤسسات الدولية بينها وبين بعض في حاجة زي كده. بشكرك شكرا جزيلا لضيفي الكريم المهندس بشوي وصفي، مدير قطاع أمن معلومات والحوكمة، وهذه كانت أهم وأبرز التفاصيل لدينا، وإليكم في الاستوديو. للمزيد من التفاصيل في ذات الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس خالد البرنس، مطور سايشيلد للأمن السيبراني والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. سيد خالد، أهلا ومرحبا بك على شاشة دي ام سي. أهلا وسهلا. في البداية أعلم أنه صعب أن نلخص معنى الأمن السيبراني في دقائق معدودة، ولكن إذا أردنا أن نوصل رسالة ومعنى ومفهوم مبسط للمشاهد من خلال هذا الهواء، تفضل. أنا بس في الأول بحب طبعا أن احنا سعداء أن احنا موجودين النهارده في CBI Exchanges. طبعا احنا عارفين المؤتمر هنا بالمواضيع بتاعته كاملة، بتغطي تقريبا كل الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني. النقط المهمة بتاعت المؤتمر النهاردة واللي بتتمحور حوالين الإجابة بتاعت السؤال اللي شرحت سيادتك، هي إن إحنا هنا في المؤتمر بنتكلم على جلسات كتيرة، منها الضرورة الاستراتيجية للدول مثلا في الصمود في مواجهة الهجمات السيبرانية وحل التهديدات السيبرانية المتطورة في أفريقيا حوالينا، أقرب حاجة لينا يعني، وده اللي بيمنحنا الإمكانية التعبير وعن وجهات النظر وتقديم الأفكار وإن إحنا نتبادل الخبرات يعني. مظبوط برضو، او من المهم ان احنا نبدا نشوف او نتناقش اكثر عن استخدامات الذكاء الصناعي للاستخبارات وتحديد التحديات المبكره للازمات، ودي تبقى راجعه للازمات اللي موجوده حوالينا في العالم كله، وان احنا نبقى مسبقين بخطوه ان هي اول ما تحصل في اي مكان يبقى احنا كمان عندنا القدره ان احنا نقدر نديفند عليها او ان احنا نصدها على طول يعني. رجوعا لاجابه سؤال سيادتك، ان احنا بنتكلم هنا على نقطه الامن السيبراني والوعي بتاعه بيبدا من اول المواطن. المواطن دايما بنحاول نبدا نقول له ان هو يسمع دايما التحذيرات اللي بيسمعها من كل المؤسسات اللي حواليه، بدايه من البنوك اللي هو عامل فيها فتح فيها حسابات اول باول، بتنزل نشرات ودوريات كتير عن الامن السيبراني وازاي يحمي نفسه، وازاي ان هو ما يشاركش كلمات المرور بتاعته مع حد، ازاي ان هو ما ينفعش يبقى في الشارع ويدي لحد الكارت بتاعه يقول له تحدي بيه من المكنه ويديله الباسورد بتاعه. دايما بنتكلم عن النقط دي. فالامن السيبراني دايما دايما نبقى احنا عارفين ان اي مكان بيطلب البيانات بتاعتك، حتى لو البيانات دي انت شايف ان هو ما يقدرش يدخل بيها، لا دايما تبقى واخد الحذر من كده. ممكن اي حد بمنتهى البساطه يقدر برقم تليفونك وتاريخ ميلادك ان هو يعمل هاكينج للاكونت بتاعك او ان هو يخترق حساباتك. النهارده عدد كبير قوي من الباسوردات بتاعتهم في كل مكان هي عباره عن تاريخ ميلادهم، عباره عن جزء من رقم تليفونهم، عباره عن اعياد مهمه في حياتهم. ما ينفعش اللوكيشن بتاعك او اللي هو مكانك وموقعك الجغرافي في الموبايل تبقى فاتحه على طول، ما ينفعش الشركات بتبقى عارفه مكانك فين. وخليك دايما فاهم انك انت اي حد بيقدم لك سيرفيس او خدمه ببلاش كتطبيقات او مواقع على النت، تبقى انت عارف انك انت بالنسبه له انت الفلوس، البيانات بتاعتك دي بياخدها بيقدر يبيعها لاي مكان تاني ويعرف يكسب من وراها. زي الاعلانات المموله اللي تلاقي نفسك بتعمل، دخلت عملت بحث عن منتج واحد بعدها على طول تلاقي المنتج ده بقى طالع قدامك في كل حته. فدايما نبقى واخدين الحذر والحيطه يعني على الانترنت. نعم. في اي مكان، خصوصا الاطفال يعني. نعم. عشان نعرف نحقق الهدف الصعب جدا هو التوازن ما بين حمايتهم وتمكينهم من الانترنت. نعم. مهندس خالد، هذا على مستوى العامه والمواطنين بشكل عام وكيف يتعاملوا وكيف يستطيعوا ان يفهموا الامر. ماذا عن الخاصه المتخصصين؟ نتحدث ونعود مره اخرى لهذا المؤتمر والمعرض الأول من نوعه في مصر، مؤتمر ومعرض مصر الأمن السيبراني، ولقاء المتخصصين، ما الذي يمكن أن يخرج
به المتخصصون من هذا المؤتمر؟ كيف يمكن أن يطوروا من أنفسهم؟ كيف يمكن أن يستفيدوا معلومات جديدة؟ كيف يمكن أن يخرجوا من هذا المعرض بخبرات مختلفة يستفيدوا منها فيما بعد؟ طيب احنا المؤتمر عامه طبعا عارفين هو اول نسخه فعلا زي ما حضرتك قلت تحت رعايه رئيس مجلس الوزراء يعني وزاره التكنولوجيا والمعلومات، وطبعا في برضه بزياده على كلامك من الخبراء الموجودين النهارده المجلس الاعلى للامن السيبراني والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والجمعيه العامه لفريق الاستجابه للطوارئ كلهم موجودين النهارده. الحاجات اللي هتبقى فعلا قويه ليهم واللي هيبقى فيها استفاده هي الجلسات اللي بتتناقش النهارده في المؤتمر، واللي هي البانلز اللي هم بيبقوا قاعدين بيطرحوا فكره وكل حد يبدا يقول هو وصل فيها لفين وقدر يوصل لايه وازاي هو قدر يوصل لطريقه مثلا يوصل بيها او يقدر يدافع بيها اكتر عن كده. النهارده في شركات برضه غير الحكومه، في برضه شركات خاصه كتيره موجوده في المؤتمر برضه بتتكلم عن نفس النقط الثلاث نقط تقريبا اللي هم بيتمحوروا حوالين بعض، اللي هم التحول الرقمي والامن السيبراني وال الذكاء الصناعي وتطبيقات الذكاء الصناعي. يعني زي ما احنا عارفين الخبراء دلوقتي هم بيناقشوا خبراتهم مع بعض، بس بنتكلم دلوقتي كلنا في حته ان الذكاء الصناعي هو اللي بيدينا فعلا خطوه لقدام، لان زي ما حكى يعني او معظم الناس الخبراء عارفين يعني ان هو دلوقتي انك انت تبقى جاهز لكل انواع الهجمات في العالم ده مستحيل. طيب ايه اللي بيخليك تقدر تبقى مستعد لحاجه زي كده؟ احنا بدانا نستخدم الذكاء الصناعي في حاجه زي كده عن طريق ان الذكاء الصناعي بيبدا يشوف البيهيفير او السلوك بتاع الهجمه جاي ازاي ويبدا يتعود عليه، بحيث ان طبيعه الاشخاص هي بتكرر نفس سلوكها ده دايما في الهجمات، فلما بيلاقي فيه تشابه بين السلوك بتاع هجمه هي كانت معروفه عنده قبل كده بهجمه جديده او هو مش عارف لسه هي هجمه ولا لا، بيعرف يحدد اذا كانت هجمه ولا لا لو كان في تطابق نسبه كبيره قوي ما بين السلوك والهجوم. نعم. ده والسلوك اللي كان موجود قبل كده. نعم. خالد البرنس مطور سيشن الامن السيبراني والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هذا ويأتي انعقاد مؤتمر ومعرض مصر الأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات الذي يعقد لأول مرة بمصر تماشيا مع رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتعزيز قدرات مصر للأمن السيبراني في البلاد. في عالم أصبح الأمن السيبراني جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الأمنية والدفاعية لكل دوله، انطلق في القاهرة ولأول مرة على أرض مصر مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات، وعلى أجندة جلساته مواضيع شاملة تغطي جميع الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني. ومن بين الموضوعات المطروحة على أجندة عمل المؤتمر الصمود في مواجهة الهجمات السيبرانية كضرورة استراتيجية للدول، والتهديدات السيبرانية المتطورة في إفريقيا، وكذلك تحقيق إدارة المخاطر والصمود على المستوى الوطني وغيرها من القضايا، ما يفتح المجال على مصراعيه للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات خلال الجلسات بين المشاركين. كما يناقش المؤتمر في جلساته الحوسبة السحابية والأمان السيبراني على المستوى الوطني واستخدام الذكاء الاصطناعي والاستخبارات لتحديد التحذير المبكر للأزمات، كما تشمل جلسات المؤتمر نقاشات موسعة حول استخدام التقنيات الذهنية والذكاء الاصطناعي لإدارة حلول الإنترنت الضخمة والوقاية من الاحتيال الرقمي وإدارته في صناعة الخدمات المالية وحماية الأطفال عبر الإنترنت والحروب السيبرانية وكذلك التعددية الجماعية في مجال الأمان السيبراني. المؤتمر يأتي تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزارات وأجهزة الدولة المعنية بالأمن السيبراني، تماشيا مع رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تلعب دورا رائدا في دعم هذه المبادرات لتعزيز قدرات الأمن السيبراني وتعزيز الاستثمارات في التحول الرقمي المستمر في مصر. كما يشمل مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات إطلاق مبادرة تختص بريادة الأعمال في مجال الأمن السيبراني تحت رعاية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، دعما وتمكينا للشباب المهتم بملف الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.
دشن مجلس الوزراء النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار دعم إتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها في شتى القطاعات أمام مختلف المجتمعات والدوائر السياسية والاقتصادية عالميا. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن إطلاق النسخة الإنجليزية من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء يأتي استكمالا للجهود الجارية لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف القطاعات الجماهيرية، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية بلغاتها. وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن النسخة الإنجليزية من الموقع تركز وبشكل أساسي على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة الدولية للحكومة المصرية، مشيرا إلى أن النسخة الجديدة توفر نافذة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات الأعمال. تنطلق اليوم أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني الذي يضم 8 لجان فرعية، حيث تعقد اليوم 4 جلسات تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية، الوضع الراهن، والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية. وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله. أعلنت وزارة الري رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات لضمان توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين. وأكدت وزارة الري متابعة أجهزة الوزارة والمناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ ومواصلة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا. وأشارت إلى تشديد الرقابة بجميع المحافظات على جودة تطهيرات الترع والتأكد من ملائمة المعدات المستخدمة من المقاولين في أعمال التطهيرات بالشكل الذي لا يتسبب في حدوث تطهير جائر لجسور الترع، واستلام الأعمال من المقاولين بعد نهو أعمال التطهيرات بأعلى مستوى من الكفاءة. بحث وزير الزراعة السيد القصير مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني السعودي لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد عبد الله عبد القادر مشروعات التعاون بين مصر والمملكة التي يمكن تنفيذها خلال الفترة القادمة. كما ناقش الاجتماع التعاون بين البلدين للتحضير لاستضافة المملكة للدورة 16 لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2024، نظرا لما تتمتع به مؤسسات وزارة الزراعة خاصة مركز بحوث الصحراء من خبرات كبيرة في هذا المجال. وأشار وزير الزراعة إلى أهمية مبادرة 100 مليون شجرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في زيادة نسبة المسطحات الخضراء والتشجير لتقليل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. أكدت وزارة الدولة للهجرة أنها تتابع على مدار الساعة موقف الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمات بهذه المناطق. وأشارت وزارة الدولة للهجرة إلى أنها تسعى لإيجاد حلول جذرية تضمن أمن وسلامة الطلاب، آخذا في الاعتبار مبدأ تكافؤ الفرص وما يواجهونه من مخاطر حقيقية في مناطق النزاع، إلى جانب إلحاق الطلاب بالجامعات الأهلية والخاصة. وأكدت التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى ومنها وزارة التعليم العالي للتيسير على الطلاب العائدين والرد على كافة استفساراتهم.
أعلن وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار أن هناك أكثر من 25,000 حجز مبدئي بالطرح الثاني لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد برنامج مسكن بنظام الطرح الدائم، والذي تضمن 481 قطعة أرض سكنية صغيرة بدأ الحجز فيها منذ 16 من مارس وحتى أمس. وأوضح وزير الإسكان أن الطرح الثاني شمل 56 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزا بمدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، و146 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة بمدن 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، الشروق، العبور، 10 رمضان، و279 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة بمدن بدر، السادات، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة. وأشارت وزارة الإسكان إلى أنه سيتم البت في طلبات الحجز المؤكدة وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني خلال أيام قليلة من غلق باب الحجز. حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من موجات نزوح ولجوء جديدة في المنطقة العربية، مسلطا الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة العربية. وقال أبو الغيط خلال كلمة وجهها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري المنعقد في مدينة جدة السعودية ضمن الاستعدادات للقمة العربية العادية 32، إن هناك تراكم للتحديات الخطيرة التي لا زال يتعرض لها البنيان العربي، والتي أفرزت موجة جديدة من موجات النزوح واللجوء في المنطقة العربية وألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة. ودعا أبو الغيط إلى تعزيز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف معاناة الفئات الضعيفة داخل المجتمعات العربية. أفادت الوكالة السورية للأنباء بوصول وفد سوري رسمي برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد إلى السعودية للمشاركة بالاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر إقامتها في 19 من مايو الجاري. ولدى وصوله إلى مطار جدة قال المقداد إن عنوان هذه القمة هو العمل العربي المشترك، مضيفا أن الوفد السوري في السعودية للعمل على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية بالكامل، وأن القمة العربية فرصة للنظر إلى المستقبل لا الماضي على حد كلماته. ويضم الوفد السوري كل من وزير الخارجية فيصل المقداد ووزير الإعلام بطرس الحلاق ومعاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان ومدير مكتب وزير الخارجية جمال نجيب. فاز فريق ليفربول على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة على ملعب كينج باور ضمن لقاءات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز. افتتح كورتيس جونز التسجيل لليفربول في شباك ليستر سيتي بالدقيقة 33، وأحرز جونز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 36، وسجل ألكساندر أرنولد الهدف الثالث لفريقه ليفربول في شباك ليستر سيتي بالدقيقة 71، وجاءت الأهداف جميعها من صناعة النجم محمد صلاح، ليحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، ويقترب من الدخول إلى رباعي دوري أبطال أوروبا، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز 19 برصيد 30 نقطة.
محليا تقام اليوم 3 لقاءات ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، حيث يستضيف فريق حرس الحدود في 5 مساء فريق المقاولون العرب على استاد الماكس بالاسكندرية. وفي 7 مساء يحل فريق فيوتشر ضيفا ثقيلا على سموحة في اللقاء الذي يقام على استاد الاسكندرية. وتختتم مباريات اليوم بلقاء طلائع الجيش وفاركو في 9:30 مساء على استاد جهاز الرياضة. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة، دمتم في رعاية الله وأمنه.